هانا تاني جيت وجبت الجديد، اش اخبارك متابعتي العزيزه؟ هانا تاني جليل با من اروع ما يكون. هذا الثوب ديال هذا فاش يلاه خرج تيبان ليا زوين بحال واحد كنت شريته. هذا داك بيستريج بحال بريستيج، ماشي بريستيج، بيستريج هادشي اللي قالوا. زوين زوين جليل بات الاولاني نسلقوا فيه زوينين. دونك الشغل ديال الرندا عاوتاني على مستوى نص طوق من اروع ما يكون. هانتوما الكوزه وقيل هاد لا تيكستور غادي تتسمى الجاكر الله اعلم، داير بحال داما. دونك هاد نص طوق مشتغل بشغل الرندا ومزوق بالطرز هذا اللون في اللون. هادشي باش عجبتني هاد الجليبه اللون في اللون. ثم هاد كريستالات هادو جاوا بواحد الشكل راقي راقي، هادشي تيدل على الذوق ما شاء الله ديال المعلمه ديال تخكوازه كاجيغ. بالنسبه لنص طوق هو هذا هانتوما شفتوه، في خمسه د الكوزات زويون. ثم بالنسبه للقب استعملات ما عرفتش سميتو هذا، ماشي هذا هو عين وحاجب ياك. المهم هاد العوينات وضاير عليهم هاد غرزات البيكو فنيونه زوين بحال هاد الدرس، انا تيعجبني تيعجبني. دونك هذا بالنسبه للقبيب. هاد المره غيرت القب على الكميمات، الكميمات صوباتهم رائعين. شوفوا معايا شوفوا معايا فنيونين زويونين، تنفكر نقلهم نديرهم في الكروشي ما عرفتش واش يجيو زوينين بحال هكا ولا لا، غنجربهم الا جربتهم نشاركهم معكم. دونك هذا بالنسبه للكميمات. ثم الهبطه هادي محبوبه الجماهير الثلاثيه، ياك تتقولوا لي الثلاثيه في الرندا، ها هي زوينه زوينه جات مماتي عجبتني. عرفتوا هاد لا تيكستور هنا بحال ضما، جات مماتي مع هاد 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 الملاقيه اللي دارت هنا ديال الثلاثيه، جا تناسق باين باين وكتحسي بالجلابه مرتاحه فيها عينك. بالنسبه للمونتاج مونطات بالملاقيه العاديه صافي باش تبرز الجماليه ديال نص الطوق مع الملاقيه والدوس اللي في القب والكميمات عطات هذا الشكل. دائما الافتتاحه في التحت ها هي افتتاحه زوينه تعطي واحد الشكل زوين في المشيه ملي تتمشى السيده بالجلابه تكون مرتاحه، والجلابه راه معروفه في الجلابه المغربيه تكون هي مرتاحه وعريضه واسعه ما تكونش جوست. ما شاء الله على المعلمات، واي وحده مرحبا بها في ورشه تخكوازا كادي غلي تعليم الرندا تجي مرحبا بها. حنا راه هنا الاشاره، واللي ما تتعلمش عندي حتى هي تنقولها بصحه وراها الفرجه نزهي مع راسك. الا كنتي تتعلمي اولا الا كنتي بغيتي تصاوبي جنابك خدي فكره. وسمحوا لي لضيق الوقت راه ما صلحتش الجلابه حيت تنصور شحال من جلابه، خصني دغيا نصورهم في وقت وجيز باش نرجعهم لمولاتهم. تبارك الله على المعلمات كاملات، ما سخيتش نقطع الفيديو عجبتني الجلابه. عزيزتي المتابعه شكرا لك بزاف على متابعه هذا الفيديو، قولي لي الراي ديالك في تعليق، قولي لي بصراحه الراي ديالك في هذا الشغل هذا. انا بعدا شخصيا عجبني، واخا ما تنخدمش الرندا فاهمه بانها زوينه زوينه ومتناسقه ومخدومه يعني بالنفس. يلاه بالسلامه عليك، ما سخيتش بكم، الى اللقاء. كانت معكم مريم من قناه تخكوازا كاجيغ.